السلام عليكم صديقاتي اصدقائي، بغيت ندير واحد الكغاتان يعني بالبطاطا. كتجي ساهله البطاطا والحليب، كتجي ساهله، كتوجد في واحد الوقت يعني ساهل، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كنجيبوا واحد معلقه الزبده، كنجيبوا البطاطا على حسب العائله اللي كاينين في الدار، ونقطعوها شويه رقيقه. اللي بغى يدير لها نص طيبه يدير لها، انا كنطيبها هكا ديريكت. وكنجيبوا شي فصوص ديال الثوم كنحكهم، وكنجيب الملح حسب الذوق، وكنجيب البزار وشويه ديال الازير، وكنجيب شويه ديال الفرماج المحكوك اللي عندي في الدار، وما كتديبوا له بزاف ديال القوام، والحليب حسب يعني حسب الخليط. بسم الله على بركه الله. نجيبوا الزبده ديالنا هي الاول اللي باش نبداو نديروا بها هكا. اللي نبداو نجيبوا البطاطا ديالنا اللي قطعناها نديروها حتى هي. نديرو النص، كتديش الوقت بزاف نهائيا. نديرو النص، نجيبو شو ديال التومة اللي حكينا نديروها، نجيبو شوية ديال الفرماج، نزيدو الطبقة التانية. نزيد نكمل هذيك التومة، نزيد هذيك الزعترة والملحة، نزيدو والبزار، كتجي ساهلة وما كتديش الوقت. نجيبو داك الحليب نكبوه على حسب يغطينا كاع هاد البطاطا، الا خص نزيد يعني الحليب على حسب البطاطا. و الا بغيتو ما تكثروش الحليب ديروا لها نص طيبه، ولا فوروها نص ديال الطفويره، ولا طيبوها في الماء وحطوها يعني باش هي ما تدي لكمش بزاف ديال الحليب. نزيد شويه الحليب، نزيد شويه ديال الحليب باش تجي مزيان يعني شاربه وطيب. بغيتو ما تكثروش الحليب، ما تكثروش. بغيتو ديروا الحليب غير قليل، هذاك الشيء على حسب نتوما اللي بغيتو. ندير لها الفرماج، انا كنجمع كل شيء في خطره باش ما نبقاش نولي عندها عاد. كتجي زوينه وسهله، كيبغيوها الصغار قبل الكبار. والملحه على حسب كل واحد، كاين اللي كيبغي يملح الماكله، راه اصلا الفرماج راه مالح. اللي كيبغي الملح يزيد، اللي ما كيبغيش صافي. وعاود العامر يعني البزار، اللي كيبغي الحار يزيد، واللي ما كيبغيش يدير غير داك الشيء اللي كافي. نجيب هاد ورقه الطبخ، ندير لها شويه الماء، فزقتها شويه بالماء باش تشد الفورمه ديال المول. نجيبو الالومنيوم وندخلها للفران، ومن توجد الفران معتدل درجه الحراره يعني كل واحد وفران اللي عنده، من توجد غادي نجبدها ونشوفو الشكل ديالها النهائي. وهي بالصحه والراحه ملي خرجتها من الفران، كتجي واعره. خص تخليوها شويه تبرد، انا ما خليتها بو تبرد، وبديت كنقطع فيها بلا ما نتسنى حتى تبرد. مي هي خصها تصبروا شويه عليها باش تبرد باش تشد راسها. وانا بغيت على سبت نكمل الفيديو، قطعتها بلا ما نتسنى حتى تبرد. المهم بالصحه والراحه، وكنتمنى تجربوها، وكنتمنى تبارطاجيوها بين الاصدقاء والاحباب. وبسلامه عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.